انا اسف بيومي فؤاد الحياة اتبهدل. بيومي فؤاد وحمو بيكا احدث ضحايا رامز جلال. ايه انا بحب الموضوع ده بس ما كنتش قصده. هات الفلوس دي يا اهل السعوديه، مع ان في بيني وبينكم زي ما انتم شايفين محيطات وبلاد، بس بعون الله هاجيلكم يوم 4 فبراير علشان نتفرج سوا على فيلم اخي فوق الشجره. بالفيديو ده حمس رامز جلال جمهوره في السعوديه وتحديدا في الرياض عشان يحضروا العرض الاول لفيلم اخي فوق الشجره. للاسف ورامز كان الوحيد الحاضر من بين ابطال الفيلم. كالعاده مكان ما بيكون رامز الكل بيحوطه عشان يشوفه ويتصور معاه. والله الحمد لله تمام، برد الفعل الحمد لله تمام، في مصر كويس، بس لسه بقى بشوف بقى السعوديه ان شاء الله يا رب يبقى الفيلم يعجب الناس، ودي اهم حاجه هتفرحني يعني جدا جدا. ومقالب رامز ما بتقفش، فحتى في كواليس تصوير اخي فوق الشجره اللي شاركها مع جمهوره على انستغرام شفناه في مقلب التعبان اللي عمله في حمو بيكا. اما بيومي فؤاد فباين انه اتحمل منه كتير حاجات. لا بيومي فؤاد الحقيقه اتبهدل. بيومي فؤاد هو اللي كان عليه ستريس جامد، وهو حمو بيكا الاثنين الحقيقه. اصل في بني ادمين كده لما تيجي تشتغل معاهم تلاقيهم ماده كبيره للحاجات دي، فانت بتبقى مبسوط وانت بتشتغل معاهم. قول يا رب. انا اسف. وكان ايتي بالعربي قبل كده اتكلم عن تشابه عناوين فيلم اخي فوق الشجره بفيلم عبد الحليم حافظ ابي فوق الشجره وغيرها من الاعمال اللي قدمها بعناوين متشابهه. عشان كده سألناه اذا الموضوع ده مقصود. ايه انا بحب الموضوع ده بس ما كنتش قصده، هو حصل معايا تقريبا في 3 افلام او حاجه شبه كده.